السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بالجميع. نحن الآن في الوحدة الرابعة في منهج الصف الخامس، ويكان 4، يونت 4، مايك أشيائي. الدرس الأول طبعا في صفحة 26 و 27. We are in lesson 1, talk time, on pages 26 and 27. صفحة 26 و 27، الوحدة الرابعة 26 و 27، الدرس الأول زي ما قلنا talk time. عندنا اليوم يعني محادثات عن نتكلم عن الأشياء، أشياء هنا ونعد فيها ونتعلم فيها العدد، وكذلك عندنا لعبة كلمة. نبدأ الآن. Listen and point one on page 26. Can I have some candy? 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 Sure, here you go. Sure, here you go. Sure, here you go. Sure, here you go. Great, thanks. Great, thanks. Great, thanks. Great, thanks. حاول يرد الطالب معي، تردد على كي يتعلم. How many are there? How many are there? كم عدد الحلويات فيها؟ How many are there? How many are there? Let's count them. 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 تعال نعد. يدون الطلاب تعرفوا من عدد التفاصيل كله. 1. Can I have some candy? Sure. Here you go. Great. Thanks. How many are there? Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. That's a lot. Can I have some candy? Sure. Here you go. Great. Thanks.
How many are there? Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. That's a lot. ممتاز. لو تبنى أن يعني أنكم عديتم معهم وتعلمتم الأعداد، ننتقل الآن طبعا الطلاب يعني يمارسون هذه المحادثة أمام بعض، نظرهم إلى بعض وصوته مرتفع واضح، يستعمل يديه وينظر إلى صاحبه. Act out the talks in pairs. واثنين اثنين يتمرنون على هذه المحادثة وكذلك يعدون. والعدد يحاولون الطلاب انهم يعدون يعني يعني واحد واحد، مثلا يقول الاول 1 الثاني يقول 2 3 4 عشان يعرف يكمل ويحفظ كذا اكثر. طيب ننطلق الى التمرين اللي بعده في صفحه 27 فارم تايم. عندنا الان وقت المرح. وورد هانت، وورد هانت نصيد الكلمات، نصيد الكلمات. We'll get a roll of letter shout roll. إذا لقط إن في صف للكلمات أو الحروف يعني ترفع صوتك بأقول roll يعني صف. Are you ready? Yes, we are. يعطي المعلم مثلاً bed. الله يقول be. وهكذا يعطيهم كلمات إلين يلقى صف. زي مثلاً هنا كلمة fun. fun أو fun. يقالب row يعني يرفع صوته فيها row يعني لقى صف. وكلمة مثلا book، كلمة book move turn، كلمة left، وهكذا أي كلمة سواء كانت يعني أسماء أو أفعال أو أيا كانت. إذا لقى الطالب صف يعني وراء بعض خلف بعض سواء مائل او قائم او يعني على طول فورا يقول صح. اي صح تقدر تحطه في راسي اي كان. فنسمع الان الحل. Shout row. Are you ready? Yes, we are. Bed. B-E-D. Hot. H-O-T. Not. N-O-T. Count. C-O-U-N-T. Candy. C-A-N-D-Y. Bus. B-U-S. Taxi. T-A-X-I. Row, bus, and candy. Well done. One more time. Are you ready? Yes, we are. Light. Eight. Stop. Walk. Wait. Mouse. Cloud. Row. Okay, good. Let's play for real. كده يتعلم الطالب التهجئة في نفس الوقت السرعة يعني بالتهجئة، بحيث انه فورا يسابق زملائه على انه يجد الكلمات اذا كانت في صف واحد. طيب ممتاز جدا. نهاية الدرس الطالب يعني يستطيع صار يقول I can act out the talks about candy with partner. يتحدث المحادثة عن الحلويات او الحلاوة. هذا الهدف 25. الهدف 26 يعد إلى 30. هذه 25 و26 في كتاب النشاط موجودة. طبعا احنا نذكركم الصفحات. Let the عندنا مثل هنا أو حكمة. Let the baker bake your bread even if he eats half of it. يعني زي ما نقول
تلك يعني الخبز الخبازي لو أكل نصه. أترك خبز الخبازه للخباز لو أكل نصه، يعني يترك الصنعة إلى صاحبها والفنان فيها والفاهم لها. حتى أنت لو كنت تظن أنه يعني أكل نصه وما شابه، لأنه هذه أجرته، هذا اللي يستحقه. والشيء الثاني أنت يعني هو اللي فاهم. زي ما قلنا الهدف 25 و26 صفحة 87 و88. أتمنى أن الدرس كان سهل وخفيف على الطلاب. Good luck everybody. Bye.